مرحبا فيكم حبايبي برج القوس خلينا نشوف شو مخبيتلنا باختصار يعني خلينا نقول عناوين عريضة إن شاء الله الورق يكون حلو والطاقة تكون إيجابية خلينا نشوف طاقة برج القوس كيف عم تكون هاي الفترة عم تكون عزيزي في عندك شوية صراع ما بين القلب والعقل كثير عم بتعيش صراعات او تفكير او اتخاذ موضوع معين فكأنه القلب والعقل عم يعني بتناقشوا وعم بيكون في صراع مش قادر تاخد هذا الموضوع او مش قادر تاخد قرار في هذا الموضوع قلبك في جهة وعقلك في جهة ثانيه عم بشوفك بتحقق يعني بتحط حجر الاساس لمشروع معين لعلاقه معينه المهم انه بدايه جديده لموضوع معين ممكن ينكشف بالاوراق ف يعني عم بتحط اساس اساس خلينا نقول مثمر هذا الموضوع مثمر انا شايفيته شايفتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الأدوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني أنا دايما بحب أقرأ الكروت الإيجابية بس في كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول في طاقة سلبية في امرأة عم تعمل لك شغلة غلط شغلة يعني عمل او ما بعرف سحر او شيء مثل هيك في عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون في حسد منها من هاي العلاقة الثالثة او العلاقة الثلاثية في شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون اي يعني شيء او شخص داخل في العلاقة شايفة انه رح يكون الشريك او ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد او فارس الاحلام انا شايفة مواصف يعني مواصفات فارس الاحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الاحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحه على وشه ولكن انت راح يكون في عندك بعض الصراعات الداخليه من هاي العلاقه وبعض التشويش يعني اوكي يعني فرحان راح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون مثمرة او ما تكون لها يعني لها نهاية حلوة او خايف اكتر اشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي مبين بالصورة فالباين انه انت في عندك صراعات بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة او لا والباين انك انت رح تعطيه ولكن بتوجس بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل ويصير سعاده انا شايفه في سعاده في الموضوع في توازن في نصر عم بتحققه على هذا الشخص او على الشخص الثالث لانه شايفيتك مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير مشاعرك نارية تجاه هذا الشخص انت عن جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي أكثر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة اكتر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك راح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك اول شي كنت بتعامله بطريقه يعني حنونه زياده كنت عم تعطي زياده في العلاقه شايفيتك هلا هل لا عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حاط اجر على اجر والشريك هو اللي عم بيقدم تنازلات فشايفة نصر وكروت حلوة لبرج القوس شايفة على الأغلب في عندكم سفر أو إجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الأخير من السنة لكن عم بشوفك عم بت يعني عم بتزبط الأمور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة التأشيرة أو الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث أشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في آخر شهر من السنة على الأغلب العمل شايفيتك في شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت انتصارات ويعني علو مرتبة لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشيء ما عم تتغير فهذا الشيء شوي عم بضايقك عم بخليك نوعا ما زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه تحط حجر اساس لمشروع جديد فممكن انه تكون بسبب يعني الماده محدوده او كذا تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفتره حلوه كثير انك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بالشهر الثاني ف وعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك او بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته عم تجني ارباح عم ما بعرف عم يعني تحصل على شهره معينه في المجال اللي انت فيه هذا اكثر اشي بالنسبه للطاقات ترابيه, ترابية، ناريه في كل قراءه لازم الناريه تكون موجوده ما بعرف ليش في عنا ترابيه ناريه مائيه هذا اكثر شيء موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول اكثر ابراج موجوده خلينا نشوف بالعقل الباطن شو في عندك يا عزيزي في موضوع موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم أه بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقول بهاي الفتره ثلاثة اشهر رح تحقق واحد منهم بس أه لنهايه السنه بتكون حققت الموضوع الثاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن أه يعني هذا اللي ببين من الورق أه مبين انه انت يعني بالفتره الجاي زي ما بيقولوا التراب بتمسكه بقلب ذهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من الابندنس فترة من الـ 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 يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث اشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم او تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله في هاي الفترة فترة كتير مناسبة لهذا الموضوع نشوف اوراكلز forgiveness هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بيقول لك انه سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون اخر مرة يعني ما يكررها الحبيب او ماجيك ماجيك رح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي رح تكون جذاب للجنس الآخر بشكل كبير جدا إذا كنت رجل وإذا كنت امرأة فهذا السحر رح يجذب لك السول ميت تبعك إما القديم أو للأشخاص السناقل الشخص الجديد في حياتهم أو السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اها بيقولنا عن الحبيب آه في اخبار آه انه بما معناه في اخبار وصلتك آه عن الحبيب آه كلها خاطئة او آه سيتم توضيحها في آه بالفترة الجاي في توضيحات كتير رح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص آه اخرى فشي حلو أه بقولك لك هون شفنا فيه صراعات وكثير وإنه العقل والقلب وكذا بقولك لك دو وات فيلز رايت اعمل اللي إنت حاسه وكأنه بحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو إنت بتحس بيكون هو الصح عم بشوفك بتعمل مديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفتره الجاي بقول لك جو ديب اتعمق كتير بنفسك روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت تفكيرك انت انت شو بدك يعني اتعمق في تفكيرك اعرف شو بدك بالضبط لاني انا يعني شايفتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف يعني تتصرف او تاخد قرار فاقول لك فبيحكي لك انه جو ديب روح بالعمق في نفسك وفكر على رواء فاعطي حالك فرصه بالتفكير لانه قرارك رح يعني ينعكس عليك لفتره طويله فكون متاكد من هذا القرار نشوف الشاكرا كاردز لانه شفت في عندك طاقات سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف او زي ما توقعت في عندك الهارت شاكرا ممكن تكون فيها مشكله يا عزيزي من خي... يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك اعمل استشفاء ظبط اه امورك وبيقول لك بعديها رح تكون في بدايات جديده وحصاد للي انت تعبت عليه ف يعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقول لك الكروت انه كون أه صبور أه بيقول لك هون انه أه الموضوع قد ما كان كبير قد ما كان أه صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة أه الجاي في رح يكون عندك عناية الهية او أه مثل مثل هيك شيء عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما يعني ما تاخذ خطوة للخلف بالعكس روح خطوات للأمام وخليك جريء هون بيقول انه رح تتعرف الفترة الجاي على أصدقاء جدد بقولك دير بالك من أشخاص منهم يعني الأشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي كون متأكد من هدول الأشخاص ما تدخل أي شخص على حياتك وخاصة من الجنس الآخر ما تدخل أي شخص بدون ما تتأكد مئة بالمئة منه شايفة شخص شوي غريب عن ثقافتك إذا كانت مواصفاته هذا الشخص غريب عن ثقافتك شوي او الديانة غير او العادات غير بلد تاني عم بشوفك عم تتأذى من هذا الشخص هذا الشخص جديد مش قديم جديد رح يدخل حياتك بالفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص اذا كان في هذه المواصفات انه ياخد حجم اكبر من حجمه لانه رح يكون في ضرر من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح تفتح قلبك على قد ما رح تاخذ حب وهذا الحب بيقولك لك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ فيه لحالك إذا كنت عندك مشاعر اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع أولادك بالنسبة للأولاد كمان نسيت أحكي بالكروت برج القوس عم بيكون شوي مهمل بالفترة الماضية من ناحية الأولاد ولكن بش... بفت... يعني بشكل عام بالفترة الجاي شايفيته مع الشريك ومع الأولاد رح يكون فيه مثل هدنه مثل صداقه مثل اعاده ترميم للعلاقات